السلام عليكم. بالنسبة للمعلومة ديال هذا اللي تشاهد هذا البطون اللي كاين هنايا، المهمة ديالته هو طلع البرا وتنزل البرا ولا تزيد غرزة. يعني طلع البرا نزل البرا زيد غرزة بكل ضغطة، يعني هذا هو الأساس ديالو. بغيتي تزيد غرزة نزل البرا طلع البرا أو زيد غرزة جوج غرزات ثلاثة غرزات. ولكن إذا في حالة بغينا مثلا يخدم أكثر من هكا، إذا ضغطت عليه غادي يبقى هكا، غادي يبقى هكا. غادي نمشيو غادي نضغطو على بي، شتيها ندخل ربع ربع، هيا ندخل بي، غادي نمشي لخمسطاش خمسطاش، غادي ندخل لخمسطاش بهذا بالإس، غادي نلقى زيرو، زيرو ديال الغرزة، جوج غرزات، ثلاثة الغرزات، ثلاثة الغرزات، أربعة، هانت شتي، يرد البال معايا، نوصلو ثلاثة مثلا، نوركو على إس باش يتسجل، ريجيستري ها، ها ورا. ها انت ها شتي كي ولا ها صبعي ها 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 ولا تيمشي بحال الماكينة ها شتي يمشي بحال الماكينة. بغيت نقصو نعاودو نديرو فيديو اخر ان شاء الله تاعها شتي تيولي تيمشي تيخدم جوج غرزات ثلاثة وتيمشي ديريكت ما بقاش يقطع. يا السلام عليكم.